ازاي هنعمل البرجر بتاعنا. اول حاجه عندي الصدور الفراخ، هجيب حوالي نص او صدرين اتنين فراخ، حط عليهم بصلايه مبشوره، عندي فول صويا. فول الصويا عشان تتعاملي معاه اول حاجه بيدي طعم حلو قوي للبرجر، تاني حاجه ما بيخليش البرجر عندي تكش وبيخلي الحاجه جوسي من جوه، ده مبدئيا. فالفراخ احط عليها نص كوبايه من فول الصويا، ربع كوبايه اسف، ربع كوبايه من فول الصويا، هجيبها هنقعها في الميه تلت ساعه، بعد كده اصفيها من الميه هتطلع عندي بالشكل اللي انت شايفاه ده. فول الصويا موجود عند اي عطار، طب لو مفيش هتشتغلي زي ما احنا كده والدنيا تمام مفيش مشكله. بعد كده عندي اتنين صدور فراخ هبدا ان انا افرمهم، عندي بصل، فلفل، عندي هاخد واحد ابيض بيض، وبعد كده عندي بهار برجر، توم باودر، عندي بابريكا وشويه ملح وشويه فلفل. هنشوف هنشتغل الايه ازاي. وبعد كده لسه في حوار بقى البيكن، ولسه عندي المشروم هبدا ان انا احطه ايه كحشو له. وبعد كده عندي البطاطس البومكا بريت، ازاي نقدر نعملها اللي هي البطاطس الرفيعه جدا، اطفالك هيعجبوا جدا البطاطس ديت اكتر من البطاطس العاديه الصوابع. طيب هجيب عندي اللحمه المفرومه، الفراخ المفرومه، ويفضل بالنسبه للبرجر هاتي وراك، وراك افرميها على فكره حلوه جدا لانها بتبقى فيها ماده جيلاتينيه الاوراق، فبتبقى ما بتفكش على النار بسهوله يعني. لو ما فيش صدور على فكره تشتغل زي الفل. اجيب عندي بصلتين مبشورين، وعندي فلفل كده حامي، واحده هي كده ولا حاجه تظبط لي الدنيا، فلفل الوان احمر والاصفر. بعد كده شويه توم باودر، بعد كده عندي شوية بابريكا، بعد كده عندي شوية بهار برجر، وعندي شوية فلفل أسمر، وبعد كده عندي شوية الملح المحترمين بتوعنا اللي احنا نحطهم على الحاجة. تمام، الأبيض بيض مش دلوقتي، بعد ما تتعجن هحط الأبيض فيه. كل ده مع بعضه يعني فول الصويا مش بس عشان يضاعف الكميه، لا عشان حاجات كتير قوي يعني، هو بيظبط الكميه اي نعم، بس في يعمل حاجات تانية كويسه جدا في البرجر سواء اللحمه او الفراخ. تمام هبدا بقى اخد دي، بسم الله، ونبدا ان احنا ناخد عندنا الكلام ده كله افرم في المفرمه. بسم الله يا مدام سوسن. الو، ايوه صباح الخير يا ابني. يا صباح الفل، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الله يبارك لك. انا طبعا وحشك فيك من هنا للسنه الجايه مش هيكفي. ربنا يخليك، والله ده من ذوقك. ويخليك ويوفقك يا رب. الله يبارك لك يا رب. انا عندي مشكله كبيره. اتفضلي يا ست الكل. الكيكه بتطلع غامقه ليه من الوسط؟ بتطلع غامقه؟ ده درجه الحراره مش مظبوطه بتاعت الفرن. درجة الحرارة؟ اه درجة الحرارة بتاعت الفرن عندك مش مظبوطة. درجة الحرارة لو مظبوطة وحتى الكيكة في النص ودرجة حرارة 170 والجوانات بتاعت الفرن مش مهوية عندك عمرها ما تعمل كده. فاهمة ازاي؟ فلازم تتأكدي من الكلام ده كله، هتطلع الحاجة معاكي زي الفل إن شاء الله. طيب هي مش درجة الحرارة على 180 قلنا؟ لا 170، الكيك 170. الكيك 170. الجريلا بتبقى في النص اللي هي الشبكة. تمام؟ ايوه. بس يا ست الكل هتلاقي هتطلع معاكي الحاجه ان شاء الله زي الفل. ربنا يخليك. الله يخليك يا رب. الله يخليك، مع السلامه. بص اللون بتاع البرجر طالع عامل ازاي؟ طيب نسيبه دلوقتي عشان الوقت. لقيتيها ماسكه شويه حط لها ابيض بيض، لقيتيها عايزه شويه ممكن تديها شويه ايه بقسماط يعني ديت او ديت، اقوم واخدها ولازم تتحط في التلاجة تسمخ شويه. تمام، وبعد كده تقوم واخداها، مش يا مكبس يا عم ولا حاجه اهو، ويا ريت تحطيها في الفريزر شويه بعد ايه ما تعمليها برجر كده، سيبيها عندك في الفريزر شويه، اعمليها كده بشكل عشوائي مع العيش الكمباني اللي احنا عاملينه ده، هتلاقي الموضوع حلو قوي. تمام، نقوم عاملينها كده ونظبطها، نحط شوية زيت، ناخد فاصل، وبعد الفاصل نكمل مع بعض برجر الفراخ.
برجر الفراخ. الموضوع سهل جدا وبسيط، ما فيهوش اي حاجه، ما بياخدش سوا كتير، كل حاجه على طول هي 5 دقايق على الوش ده والخمس دقايق على الوش التاني. طب نقدر نعمل معاه ايه؟ نقدر نقدم جنبه ايه؟ نقدر نقدم جنبه المشروم السوتيه مع العيش. ما احنا قلنا عاملين حاجه سبيشال النهارده للناس الرايقه، يعني المطبخ النهارده للناس الايه الرايقه، الحاجه البسيطه تقدري انت تعمليها في البيت بطريقه حلوه قوي. طيب عندي ايه بقى؟ عندي مشروم، هبدا ان انا اقطعه شرايح كده. خلي بالك الحاجه النهارده اللي انا عاملها على الهواء مش كتير لكن خادمها قوي، فهحط المشروم عندي. لما تيجي تعملي مشروم سوتيه ما تحطيش الثوم الاول، حطي المشروم الاول وبعد كده ايه فصيني التين الثوم المفرومين كده عليهم من فوق. حلو الكلام قوي، شويه ملح صغيرين. ونبدا ان احنا نقدمهم كده. طيب برجر الفراخ وهو شغال كده عندي ببدا ان انا احط له الجبنه بتاعتي، جبنه البرجر بتاعتنا هي عليه كده من فوق. يعني قبل ما تطلعيه بتحط الجبنه تسيح من فوق مع السخونيه اللي بتطلع منه. مع التاني برضه نفس الكلام اهو. والجبنه ديت قبل ما تحطيها كده لازم تحطها فين؟ شويه في الثلاجه يكون افضل طبعا عشان تبقى الموضوع سهل في فتحها. هنعمل لك دلوقتي سندوتش ايه برضه؟ يعني بص انا عامل برجر مخدوم قوي وفي حاجات كتير وفي نفس الوقت عامل سندوتش صحي كده، عامله بالايه؟ العيش الباجت. يا استاذه ندى. الو؟ الو؟ ازيك يا استاذه ندى؟ ازي حضرتك فيك؟ الحمد لله بخير. يا رب دايما. ربنا يخليك، اتفضلي. انا من عشاق حياتي. ايه يا فندم؟ أنا من عشاق حضرتك. ربنا يخليك يا ندى، من ذوقك وكل أكلات حياتك جميلة. ربنا يخليك يا ندى. بتعرفي تخش المطبخ وتطبخي طيب أهم حاجة؟ نص نص كده مع ماما. لا ما ينفعش نص نص بقى. بتتفرجي علينا ليه؟ لازم إن شاء الله تتعلمي إن شاء الله، يعني الحاجة بسيطة جدا وسهلة، أهم حاجة نفهم إحنا بنعمل إيه بس. حاضر. ماشي يا ندى، ليك أي سؤال؟ أنا عايزة صحتك تبقى سنة حلقة الفيديو المسلسل التاني. حاضر، من عينيا الاتنين يا ندى. حاضر، يلا سلمينا على بابا وماما اللي عندك. شكرا ليك. خدت المشروم سوتيه يا دوبك بس كارمل معايا حاجة بسيطة، أجيب عندي البيف بيكون بتاعنا اللي هو اللحم المقدد ده الجميل ده أهو، ونضيفه مع المشروم. تعالوا ناخده أهو ونبدأ نحط فين كده شغل عالي. بلاش تركي، يعني بلاش تركي مدخن، هو اللحم ده هيطلع معاكي الموضوع هيبقى حلو جدا. بس يا باشا قول له ايه، ده يسخن مع بعضه المشروم، اخباره ايه؟ كله تمام. تعالوا نعمل مع بعض البطاطس البوم كابريت. ازاي نقدر نعملها؟ قطعي البطاطس تمام زي اللي انت شايفاه كده بالظبط، وبعد كده بتقومي حاطه كل ثلاثه على بعضيهم عشان ايديك ما تتعورش، كل ثلاثه كفايه على بعضيهم كده، وتقوم قطعاهم رفيع جدا كده. يا استاذه اسراء، استاذه اسراء معلش اتصلي بينا تاني، احنا اسفين. حلو، عشان كده اسمها البوم كبريت، هتلاقيها عامله زي الكبريت بالظبط، عيدان الكبريت تمام. يا ام محمد. ايوه ايوه يا ست الكل. ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ ازيك يا اول مره بتشوف البرنامج بس معجبه بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا ست الكل. حضرتك لو سمحت عايزه طريقه الكبسه بس، ممكن تقولها لي النهارده حضرتك؟ الكبسه؟ حاضر، من عينيا من عينيا الاثنين يا فندم. شكرا شكرا لك يا فندم، الله يخليك. بحط عندي البطاطس ديت في ميه فيها تلج مع شويه خل صغيرين تمام. المشروم يا عيني على الجمال، خلاص كده بص خد اللون، الريحه، الثوم، كل حاجه خلاص تمام مع شويه زيت الزيتون. بعد كده بحط عندي زيت على النار
عشان البطاطس دي بعد ما تقعد عندي في الخل والعصير الليمون والتلج اهي. تبص بقت عامله ازاي، اتشد حيلها قوي. نقوم واخدها اهي ونبدا ان احنا نصفيها وننزلها عندي فين، هنقدمها جنب الساندوتش بتاعنا الرايق اللي احنا عاملينه. طيب تعالوا نشوف عندي الخبز هنعمله ازاي. هاخد عندي العيش، نبدا ان احنا نفتحه كده. يا مدام ساميه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف؟ ازاي حضرتك؟ جزاك الله كل خير والله على كل الحاجات الجميله. جزانا واياكم ربنا يخليك يا ست الكل من ذوقك. حضرتك الله يخليك. انا كنت بس بستفسر، وش اللبن حطه في الفريزر اعمله في العجان بخرجه بره يعني يسيح كده؟ يعني وش لبن بالظبط بقى؟ وش لبن جاموسي ولا جاموسي؟ جاموسي اللي هو كامل الدسم. ايوه حلو الكلام قوي ماشي. وبعدين بحطه مره عمل معايا لف كده بسرعه وعمل كره زبده وكتير بقى عمل بقى ايه، قعد يضرب كتير لما بقى عامل عندي زي الكريمه. ما هو بيبقى زي الكريمه الاول وبعد كده بيقلب زبده يعني. بس قعد كتير، اول مره ما قعدش كتير، عمل زبده يعني عمل الكريمه كده وقام عامل على طول كوره زبده. حلو تمام. يبقى انت اشتغلت صح في الاول، والمره الثانيه ما اشتغلتيش زي الاول او اللبن اختلف. تمام، لازم حضرتك ان انت تجيبي اللبن وما تغليهوش، بتبداي تدفيه على درجه حراره 45، بعد كده بتحطيه خيط رفيع جدا تصبيه عشان يعمل رغاوي، تاخديه وتحطيه في الثلاجه لمده يومين، تاخدي طبقه القشطه ديت هتطلع لك طبقه كده محترمه حسب اللون بتاع اللبن، يكون جاموسي وكامل الدسم اللي هو 12 بوند. بعد كده بتقوم واخداه وحطاه عندك في الميكسر، بيبدا اللي هو يعمل كريم، وبعد كده يعمل لك قالب الزبده اللي انت حضرتك عايزاه. هحط عندي طماطم يعني بقى نروش عندي الفراخ، ونروح فين يا عم جمال بقى؟ نروح عندي على البرجر اللي عندي، البصل اهو. نقوم واخدين كل ده مع بعضه. لا البرجر ده للمتعه، ان شاء الله تستمتعوا بيه قوي 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 يعني بجد، مخدوم خدمة محترمة جدا. يا مدام سهير. السلام عليكم يا سيد محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تسلم ايديك على كل اللي بتعمله صراحة، يعني مش مخلينا عايزين حاجة. ربنا يخليك يا ست الكل والله من ذوقك، الله يخليك يا رب. بص يا حبيبي، انا ما بعرفش، مش قادرة اعمل التورتات ولا الكيكات الحلوة اللي انت بتعملها اللي بالشوكولاتة دي، لاني عندي مشكلة جامدة في الكاكاو. تمام. بمرر كل حاجة حتى البيتي فور. ما في حاجات كتير بقت مضروبة في السوق، في حاجات كتير قوي بقت مضروبة في السوق، وانا دي حاجة بتحزن الواحد وبتزعله بجد. طب ده خام يا شيخ محمد، يعني كاكاو خام وغالي ما هوش رخيص. والله العظيم بيبقى مضروب، والله بيبقى مضروب، بيبقى محطوط عليه سوداني محروق وبيضربوه. اصل انا بص الموضوع ده اشتغلت فيها كتير قوي، وعارف انا بقول لك ايه، للاسف مش كل الشركات، لكن في شركات كتير قوي مش عارف يعني بجد الموضوع يا جماعه بقى زايد عن حده قوي، حته المنتجات الحاجات بقت مضروبه، الكاكاو تشم ريحته. كل حاجه بعملها من حضرتك تعملها، اي شيء بيعملها فيها كاكاو لازم يمرر لي كل حاجه. لا غيري، طيب غيري يا فندم العطار اللي انت بتجيبي منه. انا اشتريت كتير بس مش عارفه اعمل فيه، ارميه بقى كله؟ لا طبعا ما ترموش ولا حاجه، اشتريه كتير ليه؟ ما تشتري على قد الكميه اللي انت هتعمليها وخلاص. عشان اللي حصل بقى، اللي حصل حضرتك بقى، احنا هنا مش في اوروبا، احنا هنا في مصر، فانت لازم تشتري الكميه على قد اللي انت هتعمليها. ارميه يعني ومش هينفع في اي حاجه يعني. لا هقول لك على حاجات ان شاء الله تقدري تعمليها بيها، لكن هو المشكله عندنا في الكاكاو ده مشكله كبيره جدا. طب حضرتك في اي وقت كده تقولي اللي عنده كاكاو غامق وبيبوظ الدنيا نعمل بيه كذا وكذا وكذا؟ حاضر. انا اقدر ان انا حاضر أعمل. حاضر من عينيا الاثنين. تسلم عينيك. حاضر والله عينيك. الموضوع ده تعبني والله، انا اسف. حاضر من عينيا الاثنين يا فندم، شكرا ليكي جدا. هو جت على الكاكاو بس، حاجات كتير قوي. تعالوا ناخد بص الساندوتش عامل ازاي، يتاكل ازاي ده بقى ما اعرفش يعني، تقول لي يتاكل ازاي ما يعني، ايه ربنا معاكم. بس هو عامه هو كده بيتقدم بالشكل اللي انت شايفاه ده، العيش بقى ناشف، البرجر، المشروم،
ان شاء الله يعجبكم جدا. طيب.